الجديد ديالي هو أغنية الدرهم اللي خرجت البارح، أغنية اللي كتطرق لواحد الموضوع اللي هو شوية حساس وحزين، ولكن على إيقاعات اللي كتخلي أن الإنسان ما كيحس بداك الحزن وكيقدر يشطح عليها، إيقاعات شوية سريعة إفريقية. موضوع اللي كيدوي على الأزمة اللي كيقدر يعيشها، ما نقدرش نقول لك أي شاب مغربي ولا في العالم بأسره، ولكن واحد الفئة كبيرة من الشباب اللي كيكونوا واحلين مضرين بين الأهداف ديالهم والطموحات ديالهم والمتطلبات ديال المجتمع والمتطلبات الشخصية ديالو. يعني على ذكر مثلا شاب مضر بين الخطيبة ديالو تفكر في الزواج أو لا كارير ديالو خدمته أو مشاكله المادية الكريديات اتسترا. دونك بزاف ديال التضحيات كيوقعوا وكتكون واحد لا فرستراسيون لداخل، وهادشي كامل داير على العاقة. الاشتراك في اللي كان عندي في الكليب كان مع وجوه معروفة كأسامة المجلون اللي هو الصحفي، وبعض المؤثرين وممثلات اللي اكيد كيوصلوني اسئله علاش تم الاشتراك مع هاد الناس بالضبط. كنظن انه الا تفرجتوا في الفيديو كليب وشفتوا القصه ديالو والدور ديال كل واحد غتفهموا انه اي واحد جا مع ذاك الدور ودافع على ذاك الدور، والاختيار ديال هاد الناس ما دارش بطريقه عشوائيه واعتباطيه. يعني كانت دراسه تسويقيه اللي خلاتنا انا نختاروا، ماشي نختاروا ولكن نقترحوا على هاد الناس انهم يشاركوا معنا، لان هاد الناس كل واحد فيه واحد الخاصيه اللي كتخلي انه بواحد الطريقه بطريقه وطريقه اخرى كيوصل لواحد الرساله لديك لا كوميونيتي اللي متبعه. يعني اسامه بن جلون كان في الكليب بحال قلتي بريزيدون ديال الجوري ديال واحد المسابقه، ديك لا ساجيس ديال اسامه وديك الهيبه ديالو وطريقه الكلام ديالو خلاته انه دافع على داك الدور ووصل الرساله. وكذلك بالنسبه لكاع المؤثرين اللي خدموا معايا كلهم اداو الدور بنجاح، والحمد لله ما زعما ما تصدمناش فيهم، والرساله ديالنا وصلت. فاش تقول سبب الهم الدرهم، يعني الدرهم ليه الدور في الهم. الدرهم كيقدر يحيد لك الهم كما يقدر يعطيك الهم، يعني كيبقى السبب، والسبب ما عمره كان لغويا سلبي، يا ايجابي يا سلبي. الدرهم كيقدر يخلق سعاده اكيد، يعني شحال واحد يقول لك لا الفلوس ماشي هي السعاده، الفلوس كتعاون باش يكون الانسان سعيد، وحتى اللي عنده الفلوس بزاف حتى هو كيقدر يكون في الهم، ان قوه الفلوس بعد الخطرات راه كتودر الواحد يعني في الحالات بجوج عندك ما عندكش راه هذاك هو السبب. اي مواطن كيقدر يوقع في اون سيتوياسيون ديال كيحتاج كريدي، يعني سي سامبل، كريدي كتوقف على فلوس في بنكه باش تقضي واحد الغرض. كاين اللي باغي عنده شي مشروع، عنده باغي يقاد شركه، باغي يبني عمارات، باغي يدير شي حاجه، ومحتاج لواحد المبلغ ديال الفلوس في ديك الوقيته، يعني كريدي جائز ياخذ الواحد، يعني ماشي ما فيها حتى شي مشكل. وشبونس راه العالم كامل كيعرف شنو هو الكريدي وشنو هي المزايا ديال الكريدي وشنو هما المصائب ديال الكريدي. ورا الحجر احنا اول حاجه درنا وصدرنا هذه الاغنيه هذه اللي كنتمنى انها تنال الاعجاب ديال الناس، ومازال جايين مشاريع اخرين ان شاء الله اللي غادي نقول لكم. هو حمزه الفضلي كان شحال هادي مقصر في حق الناس اللي متبعينه، حيت كنت كنصدر اعمال وكنخلي لي سباس بزاف ديال الوقت بيناتهم. والسبب وراء هذا الشيء هو انه ما كنتش عاطي وقتي 100% للموسيقى، يعني كانوا عندي مشاغل اخرى اللي كنت كنخدم بزاف في الحفلات الخاصه، في الحفلات الاستعراضيه، لي سبيكتاكل،
مي دابا حبست داكشي كامل وغادي نتكونسونطرا 100% على الموسيقى مع فريق جديد، وان شاء الله كما قصرت في حق الناس اللي متبعيني وقنقدر نطلع لهم فراسهم من الباب. بالنسبه للمشاريع ديال المستقبل ديال حمزه الفضلي، كنظن انه كما قلت لكم جايين مشاريع ان شاء الله، وبواتيره غتكون اقوى وافضل من قبل. بالنسبه للديو، فكره اللي كتعجبني بزاف وفريمون كنفكر فيها بجديه، غير ما بغيتش ولا ما كنتمناش انه تدار غير باش تسمى تدارت. يعني خاص تكون واحد لافينيتي، واحد تفاهم بين الفنانه بجوج، سواء كانت مغنيه او مغني او رابور او رابورا او منتج او منتجه. يعني كما كانت النوعيه ديال الفنان اللي غنقدر ندير معاه ديو، خاص يكون تفاهم، خاص يكون واحد الكلمه موحده، وخاص سورتو داك لو بروجي اللي غادي ننتجوه يكون هو كيدافع على راسو، ماشي جوج الاسماء كل كيدافع على راسو ولا شي حاجه. خاص داك البروجي يكون صريح مع الناس، ويكون كيك شوز دو سوليد اللي غتعجب الناس، ونفكروا بلوس في بروجي كفري وصلنا. حمزه الفضلي يمكن لك توقع في اي ستيل، يعني الا جيتي تشوف اغنيه الدرهم راه ستيل مغاير بزاف بزاف على داكشي اللي درت قبل. اللي درت قبل انا كان ستيل اللي دايروا لواحد اللي كتصنت ليه او كتفهمو فئه من المتتبعين اللي عندهم مرجعيه او ثقافه موسيقيه اللي قريبه لذاك اللون. الحمد لله كانوا اعمال اللي زوينين، اللي خلاتني انني درت سميتي واحد نسبيا في القاره الافريقيه. درت حفلات، ربحت جوائز الحمد لله. يعني بحال اللي قلتي دابا ما كرهتش نكبر ديك القاعده الجماهيريه اللي عندي، ونوصل للناس اكثر. والى لاحظتي راه اغنيه الدرهم اغنيه اللي تقدر توصل للناس اكثر. السينما داك حب قديم، وان شاء الله وكنقولها وكنعاود نقولها، حمزه الفضلي ما سادش الباب ديال السينما، وكونتخيغ الباب محلول. واي مخرج او اي منتج سينمائي شاف حمزه الفضلي انه قادر يدافع على واحد الدور اللي كاين في شي شريط او مسلسل، او وحتى انا نحس براسي انني يعني قادر ندافع على ذاك الدور، ماشي غير نمثل باش نمثل، مرحبا افيك كون بليزير. الظاهرة هذه راه ماشي ما كتخش غير المغرب، كتخص العالم بأسره. يعني ولينا عايشين في واحد العالم ديال الانترتينمنت، الترفيه، وبيناتنا راه كل واحد وشنو كيرفهو. يعني الا هادوك داروا روتين اليومي اي كو سا مارش بوغ خدام داكشي، الا كاين جمهور كيتفرج في داكشي. انا زعما وجهة نظر ديالي، إلا جا كل واحد دار داكشي اللي بغا، تفرج في داكشي اللي بغا، واختار هو يتفرج في داكشي اللي بغا، ما حد داكشي كاين في الانترنت، لان الانترنت ملك الجميع، ما ملك حتى واحد، ماشي تلفازه، ماشي قاعه سينمائيه، اي واحد كيختار يتفرج فاش ما بغا. الروتين اليومي يربحوا الفلوس، الله يسهل عليهم، الله يعاونهم. انا شخصيا ما كنهتمش نشوف داكشي، ولكن كاينين الناس اللي كيعجبهم داكشي، يعني ما عنديش مشكل.